يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. هيدي أول مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي ساهم لبنان بصياغتها ومضي عليها سنة 1948. للأسف وقعنا ما بيعكس هيدا الشيء. لبنان محتل المركز 106 عالمياً على مقياس الحفاظ على حقوق الإنسان، أما على مقياس الديمقراطية احتل المركز 94 عالمياً والثامن عربياً. حتى مع وجود أكثر من 16 ألف جمعية غير حكومية على 4 ملايين نسمة، العنف المنزلي عم بيحصد أرواح النساء لحد ما وصل عدد الوفيات ل 26 امرأة بين 2010 و2013. ظروف المساجين وأحوال السجون بأشد الحاجة للتطوير. أكثر من 55% من العمال الأجانب بيشتغلوا فوق 12 ساعة باليوم. عدد ضحايا التعذيب عم بيزيد. أكثر من 50% من اللاجئين السوريين هن أطفال خسروا كل شيء. لبنان اليوم بيعاني من انتهاكات لإعلان حقوق الإنسان بكل بنوده. صار وقت الدولة تلعب دور فعال. صار وقت إنشاء وزارة لحقوق الإنسان لتثبيت موقع لبنان وتأكيد انتمائه للأسرة الإنسانية المؤمنة بقدسية كرامة الإنسان. جمعيات موجودة، الدعم موجود، بس الانتهاكات عم بتزيد والضحايا عم تكتر. صار وقت كرمال الإنسان اللي بكل واحد فينا، شاركونا لواقع أفضل.